مساء الخير. نبدأ حلقتنا اليوم بخبر حزين وهو وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اللي توفى قبل ساعات عن عمر 91 عام. وإحنا بدورنا طبعاً بنقدم خالص العزاء لشعب الكويت حكومة وقادة أيضاً. خبر صعب جداً صراحةً، ونقدم كل التعازي للكويت العزيزة في وفاة الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح. طبعاً خالص التعازي والمواساة لشعب الكويت الشقيق على رحيل أمير الإنسانية، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، إن لله وإنا إليه راجعون. وأكيد بهذه المناسبة الحزينة عدد كبير من النجوم شاركوا بتقديم العزاء ونعوا الأمير الراحل، و طبعا اولهم نجوم الكويت مثل عبد الله رويشد، هدى حسين، نوال الكويتيه، داوود حسين، صمود الكندري، هيا عبد السلام وغيرهم الكثار. وشاركهم بالتعازي عدد من نجوم الوطن العربي مثل عبد المجيد عبد الله، عبادي الجوهر، عبد المحسن النمر وغيرهم. كمان شفنا الفنانه نوال الزغبي، والكفوري، نانسي عجرم، اسماء المنور، احلام، محمد عساف، صابر الرباعي وغيرهم الكتير اللي عبروا طبعا عن حزنهم لوفاه الشيخ صباح. وكمان شفنا نجوم مصر اللي كان اولهم محمد هنيدي، شيماء سيف، ليلى علوي، وعدد كبير من المشاهير اللي شاركوا اكيد حزنهم عبر حساباتهم على السوشيال ميديا. واحنا طبعا بدورنا بنقدم خالص التعازي للكويت شعبا وحكومه اكيد في وفاه قائدهم الشيخ صباح الاحمد الصباح، الله يرحمه يا رب ويحسن اليه. رحم الله الشيخ صباح الأحمد الصباح، أحد كبار قادة الخليج العربي. وطبعا ردود الأفعال كانت كبيرة بعد إعلان الخبر، والبرامج ونشرات الأخبار على كل القنوات خصصت كل الوقت للحديث عن الراحل وإنجازاته. الله يرحمه، يعني صراحة خبر محزن. أكيد طبعا. من جد كان أمير إنساني، يعني كان أمير كلنا صراحة. أكيد الوالد وقائد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، رحم الله أمير الإنسانية ويجعله فعلين ويسكنه فسيح جناته إن شاء الله.